زي الباينري سيستم او الاوكتال سيستم او الهكساديسيمال سيستم. واحنا عارفين الديسيمال سيستم من 0 ل 9 عشان كده هو بيس 10، ودوت 0 1 عشان كده بيس 2، والاوكتال من 0 7 عشان كده اللي هو بيس 8، وده من 0 ل 9 وبكمل A B C لغايه F عشان كده ده بيس 16. خلي بالك لو انا رايح من ديسيمال لاي سيستم من الثلاثه التانيين انا بديفايد على البيز اللي انا رايح لها. فانا مثلا لو نمبر زي كده مثلا 27 عايز اكونفيرت انت مثلا للايه؟ للباينري، يبقى انا هقسم على ايه؟ على الاثنين. هقعد اقسم كده على الاثنين واخد الريمايندرز بتاعتي والوحاد والاصفار، يبقى هو ده ايه؟ الباينري ايه؟ نمبر. فانا هاخد المجموعه ديت اللي هي دي واخر واحد تحت هحطه على الشمال خالص، وبعد كده اللي بعده تمام؟ فهو ده ايه؟ هيكون الباينري نمبر ريمايندر. هقول تاني هقول تاني. طب انا لو انا كونفرت على الاوكتال يبقى انا هقسم على مين؟ هقسم على الايت تمام كده؟ واخد الريمايندرز بتاعي على نفسي هيكون ايه؟ هيكون يا 0 يا 7 يا 6 يا 5 يا 3 يا 2 يا 4 يا 1 تمام؟ طب انا لو 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 هروح مثلا لل للهكساديسيم هتبعد على ايه؟ هتبعد على ايه؟ على 16، ويبقى الريمايندرز بتاعتي 0 1 9. لو 10 هيبقى A، لو 11 هيبقى B، لو 15 هيبقى F تمام؟ تعال ناخد اكزامبل. تعال ناخد ايه؟ اكزامبل. انزل تحت النص. بص معايا. انا عايز اكونفيرت مثلا النمبر اللي هو 10 او 11 مثلا 11 هكونفرت ايه اللي هي الباينري، يبقى اقسم على كام؟ على 2 تمام. خلاص كده يا شباب يبقى 11 على 2 ينفع كام؟ يبقى اقرب حاجه تنفع ايه اللي هي 10 10 على 2 ايه؟ 5 5 هنا خدت 1 يبقى هنا في ريمايندر 1. طيب ال 5 على 2 يبقى في ريمايندر 1 صح؟ يبقى هنا في ايه؟ 4 على 2 يبقى فيها 2. طيب 2 على 2 يبقى ريمايندر 0 ويبقى هنا ايه؟ 1 على 2 يبقى هنا 0 يبقى هنا ايه؟ 1. طب عايز اكتب النمبر ده اكتبه ازاي؟ يبقى 1 0 1 1 خلاص؟ طب عايز اكونفيرت نفس النمبر ده، عايز اكونفيرت النمبر دوت للاوكتال. عايز اكونفيرت النمبر ده ايه؟ للاوكتال نمبر. اعمله ازاي؟ اقسم على ايه؟ على كام؟ على ايه؟ طب ال 11 على ايه تنفع؟ اقرب حاجه ليه؟ اقرب حاجه ليه صح؟ والريماند كام؟ الريماند كام؟ 3. طيب ال 8 على ال 8 تنفع هنا في 1 صح؟ 1 وهنا على ايه؟ يبقى هنا في 0 0 ايه؟ 1 واضح؟ يبقى اكتبه ازاي دوت؟ 1 0 صح كده؟ الاولاني كان ايه؟ 1 0 1 1 صح؟ اللي هو ده اللي هو الباينري كده صح؟ وده اللي اوكتال اللي هي بتبقى في الاتحاد هي اوكتال. طب لو انا عاوز اكونفرت الايفن ده لهيكسا ديسيمال هرميت على ايه؟ على ايه؟ طبعا ايه؟ هيبقى 0 صح؟ برافو عليك. يبقى هنا ايه؟ 0 وبعد كده هرجع 16 بيها ال 11 صح؟ ال 11 دوت يكون ايه بقى؟ حرف ايه؟ لا حرف البي، لان ال A ب 10 ال B ب 11 ال C ب 12 وال F ب 16 ب 15 تمام؟ فهنا يبقى دوت اللي هو ايه؟ دوت عباره عن حرف البي خلاص كده؟ تعال نكونفرت بقى نعمل العكس، ناخد من ايه بقى؟ ناخد من الباينري او من الاوكتال او من الهكساديسيمال ونحول مين للديسيمال. طبعا ده دوت مين؟ ده الهكساديسيمال بتاعنا ودوت اللي هو الاوكتال بتاعنا ودوت اللي هو الباينري بتاعنا. تعال ناخد الايه؟ الباينري. بص معايا لو انا رايح من اي واحد من الثلاثه سواء كان باينري او اوكتال او هكساديسيمال رايح للديسيمال انا بعمل ايه؟ بضرب وبجمع بضرب وبجمع.
نشوف بنضرب ايه ونجمع ايه. بص معايا، انا اولا واقف مثلا على ايه؟ على الباينري اللي هو الرقم دوت اللي هو 1001011. طبعا انا هنا مهم جدا ان انا احط الرقم ده، احطه الايه؟ الروت بتاعته او الاندكس بتاعه. فاول اندكس 0 اللي بعديها 1 واللي بعديها 2 واللي بعديها ايه؟ 3 and so on. تمام كده؟ فدايما الثالثه الاولانيه دي الاولانيه هتلاقيها ايه؟ ب 0. اخر ديجيت هتلاقيها ان ماينس 1. هو ال ان اللي هو النمبر اوف ديجيتس اوف ايه؟ اوف ذا نمبر. فعشان دوت اربع قناه هتلاقي اخر واحده ايه؟ 3. 4 ماينس 1 3. تمام كده؟ تعال نحول الرقم دوت هنا 1 تايمز البيز بتاعتي كام؟ 2 باور 2 ايه؟ المكان اللي انا واقف فيه اللي هو 0 بلس 1 تايمز ايه؟ 2 باور كام؟ 1 بلس 0 تايمز كام؟ 2 باور ايه؟ 2 بلس بلس ايه؟ 1 تايمز ايه؟ 2 باور 3 تاني في اللي جاي. جمع على كده، جمع اي حاجه في اس 0 بقى واي حاجه في 0 0 و2 باور 3 كام؟ 8. جمع كده يبقى 8 و2 10 و1 11 يبقى 11. تمام. تاني كده ركز معايا، هنحاول دلوقتي ايه ال 13 ديت اللي هي ايه؟ بيز 8 اللي هي اوكتل، هنحولها ايه؟ للباينري. خلي بالك معايا، يبقى اخد ال 3 اللي هي دي 8 اللي هي ايه؟ 0 والثاني 2 والثاني 1. يبقى هنا 3 بس انت عليها قول لك معايا، يبقى هاخد ال 3 تايم 8 باور كام؟ 0 باور 0 بلس 1 تايم كام؟ ب 8 باور كام؟ 1 1 تمام. جمع كده يبقى ده 1 في 3 ب 3 8 باور ايه ب 8 1 ب 8 يبقى يساوي ايه؟ تعال ناخد البي بقى، البي سهله. البي دي لازم احولها ايه؟ اجيب الرقم بتاعها ل 11 يبقى دي 11 خلاص كده؟ هنا دي ديش واحده يبقى 0 صح؟ يبقى 11 قد ايه؟ 16 باور كام؟ 0 يطلع 1 11 بقى.